الخير لكم في وكالة أنباء رم وباسم الأخ خالد عربيات رئيس النادي وأعضاء مجلس الأمناء، نتمنى لكم دائما التوفيق على هذه التغطية اللي دائما نشاهدها بطريقة فنية ومهنية. حقيقة اليوم حبيت أني أحكي شغلتين كنت بتناقش أنا وإخواني في إدارة النادي ومجلس الأمناء، أنه اليوم دخلنا مرحلة جديدة، إحنا ما زال الإخوان من أعضاء الأندية في الأردن التهاني والتبريكات اللي بتلقاها الأخ خالد من الخارج وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل. حقيقة الآن بيقول لي رئيس النادي أنه الحمل صار كبير، والحمل صار كبير لأنه إحنا بالآن نتفرج على الأندية، وأنا دائما بسميهم الأندية في عمان أندية الدلال، أندية الدلال التي تمتلك ملاعب رياضية، تمتلك إمكانيات عالية جدا رغم شح الإمكانيات في نادي السلطة الرياضي. ودائما بيركز رئيس النادي على قضية مهمة، لولا جلالة الملك في بناء النادي الذي بني على نفقة جلالة الملك، ملاعب حقيقية ما فيش، دعم مالي ما فيش. الآن احنا بنقول كرة القدم دائما في كل العالم وخاصة في الأردن كرة قدم مكلفة تماما، فمنقول لرئيس النادي ولأعضاء مجلس الأمناء انه الحمل كبير صحيح، لكن ما حصل إنجاز على مستوى المدينة والمحافظة. الأندية التي قدمت لتبارك لرئيس النادي والنادي وللمدينة هم من الأندية اللي نحترمها ونقدرها، منها الوحدات والفيصلي وشباب الأردن ومختلف الأندية الرياضية. وبلشت كمان اليوم زي ما بحكي لي الأخ خالد أنه أبناء المدينة من مختلف العشائر وسكان المدينة اللي بتوافدوا للتهنئة بهذا الإنجاز الكبير، لأنه أصبح لنادي السلط جماهير عريضة، ونحن نقول أنه نادي السلط قادم بقوة. الآن منقول لكل أبناء المدينة ولكل الداعمين الحقيقيين، ومنشكرهم سواء إخواننا في مجلس الأمناء أو الإخوان الدائم اللي بتحدث عنهم رئيس النادي، القادم مهم والقادم كبير، ونتمنى من الله عز وجل أن تمتلئ مدرجات أبناء مدينة السلط في استاد عمان وفي كل مدن المملكة لنرى إنجازات نادي السلط وبقاؤه مرحلة مهمة. وأنا بعتقد في خطة رئيس النادي من توجه في اليد في أكثر من بطولة، الآن القدم تقدم رهيب جدا، بعتقد نادي السلط قادم على أشياء كثيرة، منها البقاء في دور المناصير، منها البقاء الاتجاه للألعاب الفردية. النادي أصبح يمتلك أكبر جماهيرية وشرائح كبيرة من مختلف أبناء المدينة. أمنيات التوفيق للاعبين ولإدارة النادي، وأنا دائما بقول تتويج عمل الأخ خالد عربيات كرئيس نادي أصبح هم كبير عليه ليلا نهارا. الآن منقول ألف مبروك لنادي السلط، ألف مبروك للسلط، ألف مبروك للأردن. في حمل كبير على مجلس الأمناء أن يبادروا الدعم للإدارة التنفيذية الممثلة بالرئيس النادي، وشكراً.